الكاتبة ماريان ريتشموند. قصة النهاردة عن الدبة وابنها بارلي. قوليلي يا ماما، ازاي انا كنت امنيتك اللي بقت حقيقة؟ الام ابتسمت وقالت له، من زمان والامنية دي ابتدت تكبر في قلبي. في الاول كانت امنية صغيرة محدش يعرف عنها حاجة، وشوية بشوية كبرت وكبرت وكبرت جوايا لغاية ما في يوم من الأيام بقت حقيقة. أنا كنت أمنيتك اللي بقت حقيقة. أيوة أيوة، أنت أمنيتي اللي بقت حقيقة. طب وليه أنت كنت عايزاني يا ماما؟ علشان كان عندي مكان فاضي في قلبي، وكنت عاوزة أملاه بطفل زيك، واحد هيكون البيبي بتاعي وأنا أكون أمه. واو، كان عارف إن مامته اتبنته من مكان بعيد. طب إيه حكاية مامتي اللي ربتني في بطنها؟ أوقات أي أم بتربي ابنها في بطنها، لكن علشان أسباب كتير بتبقى شايفة إنها مش هتكون الأم المناسبة للطفل، فبتتنازل عنه للأم اللي ربتك وحبتك، وحبتك الحب اللي بيبقى موجود في أي عيلة زي الحب اللي أنا بحبه لك. ماما، هو أنتي اخترتيني بالاسم؟ لما تمنيت أني يكون عندي ولد ما كنتش أعرف اسمك ولا إذا كنت هتبقى ولد ولا بنت، لكني سألت ربنا أنه يرزقني الطفل اللي يكون مناسب ليا. ومن كل الأطفال اللي في العالم ربنا اختارني ليكي، ودي حاجة خلت بارلي يشعر أنه مميز جدا، لأن في أطفال كتير في العالم لكن ربنا اختاره علشان يكون ابن للأم دي. ماما، هو أنت كنت بتتمنيني طول الوقت ولا لما النجوم بتكون باينة من شباكك؟ طول الوقت أنا كنت بتمناك مع كل فنجان قهوة الصبح وأنا بوضب سريري. ما كانتش الأمنية دي بتفارقني. هنا بارلي قعد يفكر هو بيعمل إيه في مدرسته، وقد إيه هو بيتمنى إنه ينجح في كل المواد بتاعته. طب جه عليكي وقت وما خفتيش أمنيتك ممكن ما تتحققش؟ آه طبعا، كنت بتمناك من خلال اتصالات كتيرة عملتها بالتليفون، وجبال من الورق عملتها، وقعدت استنى واستنى واستنى أوقات، وأوقات ما كنتش أسمع أخبار عنك بالأسابيع والشهور، بس كنت متمسكة بأمنيتي زي ما بتمسك الخيط بتاع البالونة علشان ما تطرش منك. وكنت بتخيلك طول ما أنا كنت مستنياك. بتتخيليني أنا؟ آه، كنت بتخيل شكلك هيبقى عامل إزاي ولونك. كنت بتخيلك في أوضتك بتلعب بالمكعبات والقطر. كنت بتخيل إذا كنت هتحب الكورة ولا البيانو ولا مشاريع الرسم. طب وتخيلتي اني ممكن اشبهك ولا لا؟ انت يا بارلي اجمل مما توقعت بكتير. في يوم عظيم خاص بيا جدا لقيت امنيتي بتتحقق. طب عملتي ايه؟ قعدت اصرخ من الفرحه ونزلت دموع الفرح مني غصب عني، وقلت لاصحابي وعيلتي، كل واحد كان عارف انا قد ايه اتمنيتك. طب عملتي ايه اول مرة شلتيني فيها؟ اه يا بارلي، على طول حبيتك وبصيت على وشك الجميل، وعلى طول عرفت ان امنيتي اتحققت. ماما، انا وانتي من نفس العيلة بس مش شبه بعض. انتي الفرو بتاعك غامق والفرو بتاعي فاتح وداني بني كده، يبقى عادي؟ اه طبعا عادي يا بارلي، في بعض العيلات بيبقوا شبه بعض وبعض التاني لا، كل عيلة بتختلف عن التانية. اللي بيخلي العيلة مترابطة حبهم لبعض. طب يا ماما، هي كل الامنيات بتتحقق؟ لا طبعا،
مش كلها بيتحقق، لكن ما بنبطلش نحلم ونتمنى من قلوبنا. ولا انت كمان؟ لا مش هبطل، بس انا بقيت حقيقة. ايوة انت بقيت حقيقة، وكنت امنيتي اللي كنت بتمناها وبقت حقيقة جميلة. ماما وبارلي فضلوا مع بعض كده على طول.